وهذا ما تم توفير إليه الاعتمادات المالية. وكذلك هناك منح مالية قادمة من الاتحاد الأوروبي سيتم تخصيصها لضخ لتفعيل موضوع الطاقة الشمسية في على مستوى المحافظات، وكذلك هناك تخصيص من مجلس الوزراء لهذا الموضوع حتى يتم السرعة والانتهاء من تفعيل منطقة موضوع الخاص بالطاقة الشمسية. بالنسبة للحديث عن مساهمة للقطاع الخاص، هناك اطروحات حول مساهمة من القطاع الخاص في هذا الموضوع، لأن الموضوع تكلف مبالغ مالية كبيرة ضخمة، سيتم مناقشة ذلك، وهناك بعض الاطروحات من بعض الشركات للمساهمة في هذا الموضوع. أشكرك شكرا جزيلا منذر أبو الروح من داخل مجلس الوزراء. يبدأ وزير الخارجية نبيل فهمي اليوم جولة أوروبية يستهلها بزيارة إيطاليا وألمانيا ويختتمها بزيارة هولندا. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي في بيان صحفي، صرح أن فهمي سيجري في الدول الثلاث لقاءات هامة مع وزراء الخارجية وأعضاء البرلمان وعدد آخر من كبار السياسيين في هذه الدول. وللمزيد من المتابعة حول هذا الشأن ينضم إلينا عبر الهاتف من روما مراسلة النيل أمل صبري. أمل، أهم ما جاء في زيارة وزير الخارجية اليوم إلى إيطاليا في إطار جولته الأوروبية؟ بالفعل وصل منذ قليل وزير الخارجية نبيل فهمي على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الإيطالية روما، وذلك في مستهل جولة لعدد من الدول الأوروبية بدأها بإيطاليا وينطلق منها إلى ألمانيا ثم يختتم جولته في هولندا. بتهدف هذه الزيارة أو الجولة إلى التفاهم والتفاعل مع القضايا المصرية والأوروبية، أيضا التحاور حول القضايا الإقليمية المشتركة مثل الوضع في سوريا، عملية السلام في الشرق الأوسط، قضية مياه النيل والدور الأوروبي في هذه القضايا. لكن هناك هدف هام جدا لهذه الجولة، وهو شرح تطورات خريطة الطريق إلى أن تنتهي، وإيصال الصورة الحقيقية التي وصلت بها مصر وبالفعل نجحت في تنفيذ الاستحقاق الأول من خريطة الطريق، وهناك استعدادات تجرى حاليا لتنفيذ الاستحقاقين المتبقيين والمتمثلين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. نعم. أمل، يعني أبرز الشخصيات أبرز الشخصيات التي سيلتقيها وزير الخارجية نبيل فهمي في روما والتي سيشرح لها طبيعة الأوضاع وحقيقة الأوضاع في مصر. بالنسبة لروما سيلتقي وزير الخارجية غدا إن شاء الله مع وزيرة الخارجية الإيطالية. أيضا هناك لقاء مع وزير الدفاع، هناك لقاء بين عدد من رجال الأعمال المصريين وعدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الإيطاليين، سيحضره أيضا وزير الخارجية. من المقرر أيضا أن يلتقي برئيس مجلس العلاقات الخارجية في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب. أود أن أوضح نقطة هامة. نعم، أن هذه الزيارة ليس لها بعد سياسي فقط وإنما أيضا لها بعد اقتصادي. طب أبرز النقاط أو المواضيع الاقتصادية التي سيتم التطرق إليها خلال مباحثات نبيل فهمي مع القيادات التي ذكرتها، وزيرة الخارجية الإيطالية ووزير الدفاع ورئيس مجلس العلاقات الخارجية الإيطالية؟ بالنسبة للموضوعات الاقتصادية لو أردت التحديد في هذه النقطة، سيتم التعرف على أبرز المعوقات أو التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين الإيطاليين ممن لديهم استثمارات في مصر حتى يتم معالجتها خلال الفترة القادمة. أيضا يوضح الصورة أو العمل الذي تقوم به الحكومة المصرية لتأمين هذه الاستثمارات الموجودة بالفعل وأيضا العمل على زيادتها. نعم، أمل صبري من روما شكرا جزيلا لك. من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن اجتماع وزير الخارجية نبيل فهمي مع الوفد البريطاني رفيع المستوى من مجلسي العموم البريطاني واللوردات أيضا لم يتطرق مطلقا للحديث عن المصالحة مع تنظيم الإخوان الإرهابي. وأوضح السفير عبد العاطي أن اجتماع فهمي مع الوفد البريطاني تمحور حول العملية السياسية نفسها بشأن ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وشفافية المنافسة للفوز بمنصب رئيس الجمهورية القادم، وكذلك كضرورة المتابعة الإقليمية والدولية والمجتمع المدني المصري لعمليات الانتخابات الرئاسية.
تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط 5 من العاملين بشبكة يقين لقيامهم ببث فيديوهات تحرض على العنف والشغب ضد الشرطة وأجهزة الدولة المختلفة. المضبوطون كان بحوزتهم كاميرا مزودة بشريحة للبث الفضائي المباشر وكمبيوتر محمول وثلاثة أقنعة ضد الغاز. نجحت الأجهزة الفنية بوزارة الداخلية في القبض على 7 من المتهمين باستخدام صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك للتحريض ضد ضباط الشرطة ونشر البيانات الشخصية لهم. الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية تمكنت باستخدام التقنيات الحديثة من فحص فني وتتبع بالبصمة الإلكترونية في ضبط كل من علي أحمد سلامة وأحمد علي سلامة أدمن صفحة مش هنسيبكم، والمدعو أحمد جمال محمود أدمن صفحات سرايا المقاومة الشعبية كتيبة المشاغبين والجيش الإسلامي الحر، والمدعو بلال سامي منصور أدمن صفحة شباب حزب الراية، والمدعو البراء أحمد محمود أدمن صفحة شباب ضد الانقلاب العاشر من رمضان، والمدعو خالد خيري خليل أدمن صفحة الاتحاد العربي السياسي. وزارة الداخلية ستستمر في الضربات الاستباقية لعناصر الإخوان الإرهابية. وزارة الداخلية مستمرة في ضبط العناصر الإرهابية التي تسعى إلى التحريض على العنف والشغب والتعدي على القوات والمواطنين، وستستمر في توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإرهابية في ربوع الجمهورية في إصرار وعزيمة على تحقيق الأمن والاستقرار في جميع المحافظات. محمد علوي، النيل. أكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشؤون الأثار أن البعثة الفنية التي أوفدتها منظمة اليونسكو للقاهرة لم تناقش أي موضوعات تتعلق بمنطقة القاهرة التاريخية، وأن ما أثير حول رفع القاهرة من قائمة التراث العالمي غير صحيح جملة وتفصيلا. وأشار إبراهيم إلى أن البعثة اقترحت التوسع في منطقة القاهرة التاريخية لتشمل المنطقة الأثرية المحيطة بها كامتداد طبيعي يضم للمساحة الحالية لها والموضوع على قائمة التراث العالمي. يعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا موسعا لمناقشة الخطة الأمنية التي تم وضعها لتأمين الفصل الدراسي الثاني في الجامعات، ويناقش الاجتماع بروتوكول التعاون بين وزارتي الداخلية والتعليم العالي في إطار الخطة الاستراتيجية للتأمين. شهد الاجتماع أيضا مناقشة نتائج ما توصلت إليه لجنة الأمن بالمجلس. أفاد مراسل النيل بسماع دوي انفجار في مدينة رفح ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص. وعقب وقوع الانفجار أغلقت قوات الأمن ميدان الماسورة بمدخل رفح الغربي ومنعت دخول المدينة والميدان. ومتابعة لهذا الشأن ينضم إلينا عبر الهاتف من شمال سيناء مراسل النيل أشرف سويلم. أشرف، الجديد لديك بشأن انفجار سيناء الذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص؟ نعم، أفادتنا مصادرنا العسكرية صباح اليوم من مدينة رفح بأن سيارة مفخخة انفجرت كانت متوقفة عند ميدان بالقرب من ميدان الجندي المجهول، وحال مرور سيارة أجرة يستقر لها عدد من الجنود من قوات الشرطة كانوا في طريقهم لقضاء أجازة، كانوا يرتدون ملابس مدنية. انفجرت السيارة ولكن الميكروباص كان بعيدا عنه، ميكروباص الجنود، ولم يسفر عن سقوط مصابين بالنسبة للجنود، لكن أصيب 3 مدنيين في هذا الانفجار. كان انفجار مروع لسيارة مفخخة، وعقب الانفجار مباشرة قامت قوات الجيش بتنفيذ إجراءات احترازية الاعتيادية بتمشيط المنطقة بحثا عن أي سيارات مفخخة أخرى. طبعا هذا الأمر هو
امر طبيعي بناء على المعلومات التي وردت باعتزام الجماعات التكفيريه خاصه جماعه انصار بيت المقدس المواليه لجماعه الاخوان المسلمين بتنفيذ سلسله من الهجمات الارهابيه ضد قوات الشرطه والجيش خلال الفتره القادمه. على صعيد اخر ضبطت قوات الشرطه 3 عناصر فلسطينيه شاركت في الهجوم على المنشات العسكريه عقب فض اعتصامي ربعه والنهضه، وهم عناصر فلسطينيه مقيمه في مدينه العريش وتم القبض عليهم. كانت الحمله العسكريه الاخيره امس اعلنت قوات الجيش عن قتل 2 من العناصر الخطيره، هم سلامه ابو ملحوس وسليمان ابو ملحوس، وهم من العناصر القياديه الخطيره في جماعه انصار بيت المقدس. ايضا تم ضبط اسلحه وقنابل وضبط 7 انفار بينهم نفق بداخله اسطوانات تفجير ونفق اخر داخل منزل. اليوم الحمله العسكريه مستمره، حمله المداهمات في رفح والشيخ زويد وجنوب العريش مستمره، ويعني ربما الحمله ما زالت مستمره حتى الان، وسنوافيكم بنتائجها باذن الله لاحقا. اكيد. نعم. شكرا لك اشرف سويلم من شمال سيناء. شكرا. تشهد الأروقة بين السياسيين المصريين حالة من الجدل على خلفية أفضل السبل لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة. وفي الوقت الذي يطالب فيه البعض بتطبيق نظام القائمة يفضل آخرون النظام الفردي، وكانت رئاسة الجمهورية قد نفت ما تردد عن استقرارها على إجراء الانتخابات وفق النظام الفردي، مؤكدة أن الأمر ما زال قيد الدراسة. جدل سياسي تشهده أروقة السياسة المصرية حول أنجع السبل لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة. ففي الوقت الذي يطالب فيه البعض بتطبيق نظام القائمة بشكل كامل في الانتخابات أو تعديله بحيث يشمل نظام العتبة الانتخابية، يسهب آخرون في عد مزايا النظام الفردي وملائمته للطبيعة المصرية. طالما المواطن يريد الانتخابات الفردية وميال ليها وعلى خبرة بيها، ما نحطوش في متاعة الانتخابات بالقوائم، لكن احنا كحزب محافظين بنتبنى مع مجموعة احزاب اخرى المقترح الجديد اللي احنا بنقوله، وهو العتبة الانتخابية او ترشيح الحزب بيفكوا من العتبة الانتخابية. لكن بعض مراقبي المشهد المصري يرون في النظام المختلط السبيل الأمثل في الوقت الحالي من عمر البلاد، وذلك لضمان تمثيل الشباب والمرأة بشكل مقبول. احنا ممكن علشان نضمن ان يكون في تمثيل للمرأة والأقباط وما إلى ذلك ناخد النظام المشترك، يبقى مثلا القائمة مثلا نسبة 20% 25% والباقي فردي، وممكن لو حصل توافق بين الأحزاب والقوى السياسية يبقى الانتخابات دي فقط فردي. انت في أحزاب مش عايز كلها تمثيل من أساسه لأن هتعمل لك قلق جوه. هذا وقد أكدت رئاسة الجمهورية أن الأمر ما زال قيد الدراسة ولم يتم إقرار أي نظام انتخابي بعينه حتى اللحظة. تتعدد الرؤى إذن بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، لا سيما مع رغبة المشتغلين في الحقل السياسي والمتابعين له بأهمية أن تعكس تلك الانتخابات الرغبة الأصيلة لأطياف الشعب المصري بعيدا عن ضغوط المال السياسية أو العصبيات القبلية. محمود الصياد، النيل. هذا ما يواجه الرئيس القادم للبلاد ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية هامة تعكس تطلعات الملايين من المواطنين لحياة كريمة وآمنة. كاميرا النيل استطلعت آراء المتخصصين وكذلك المواطنين حول أهم تلك الملفات وأولويات الاهتمام بحل الأزمات والمشكلات التي تواجههم. تفرض المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد على الرئيس القادم مواجهة تحديات ومشكلات ملحة وعاجلة لم يعد تأجيلها أو الهروب منها مجديا. فبعد ثورتين انتفض خلالهما الشعب المصري مطالبا بحقه في حياة سياسية واقتصادية واجتماعية مرضية، لا تزال تلك المطالب حسب متخصصين تطلعات لم تتحقق بعد ومطروحة على طاولة الرئيس الجديد للبلاد. ليس فقط معالجة الفقر والمرض، ولكن أيضا معالجة ارتفاع الأسعار الغير مبرر، بالإضافة إلى حل مشكلة المرور التي يعاني منها جميع المصريين، بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى محاولة زيادة الدخل القومي زيادة حقيقية وليست شكلية. إنها حالة الاستقطاب الآن المستمرة منذ 3 سنوات قادر على الدفع بالأمان نحو دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتحترم الحريات،
ودمج جميع فئات المجتمع في عملية سياسية واضحة تنتج لنا بعد سنة أو أكثر كوادر سياسية قادرة على قيادة البلد، سواء من الشباب أو من قيادات الوسطى أو حتى من المهمشين الذين لا صوت لهم الآن. على المستوى الشعبي لم تختلف النظرة كثيرا، بل كانت أكثر واقعية، فأزمات التعليم والصحة والسكن والمرور تحاصر المواطن منذ سنوات، لذا ارتفع